متى تعود إلينا فلسطين؟ فالجواب هو الجواب: إذا عدتم إلى الله عادت إليكم فلسطين. وهذا الجواب إنما هو مستقى من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا عدنا إلى الله جل وعلا عاد الله تبارك وتعالى علينا وإلينا ما سلب منا، وإذا ما لج بنا بعدنا عن ربنا فقد منا ما في أيدينا.